برنامج اللي هو توصف مزيد التفصيل اللي هو رولا بحر اللي كيهم 12,063 أسرة. الحمد لله من العموم بوجود منظومة محلية السيد الوالي السيد رئيس مجموعة عمران السيد الأمين وقفوا وبصفة شخصية على هذا المشروع باش يشوفوا وفوا جميع العراقيل وجميع يعني ويشوفوا الحلول اللي يمكن نتجاوزوها في هذا المشروع. هذا البرنامج الحمد لله يعني قطع أشواط جد مهمة. تقريبا راه ما باقيش بزاف ديال الصفيح اللي راه قائمه، 1600 يعني براكه اللي باقيه، يعني واحد النسبه ديال 81% اللي قام بهذا المدير اللي قام بالصف يعني اللجنه والمستفيدين ديال هاد المنازلهم والاستفاده واحد الرقعه ارضيه اللي كنشوفوا في هاد القطب الحضاري الحمدلله. هاد البرنامج هم ثلاث اربعه ديال الدوامير، كاين دوار الليل ودوار غياطة ودوار دوار مخازنية ودوار حمرية. هاد كاين الدوار ديال دوار غياطة ودوار حمرية ودوار الليل الحمد لله حتى شي براكة ما بقات، راه مشيت تهدمة البراريك والناس استافدوا. دابا حنا نتواجدوا في هاد القطب الحضاري ديال الحمرية اللي راه الأشغال كما كتشوفوا راه في طور الإنجاز، ونتمناو أننا نسرعوا بالإنجاز ديال هذا المشروع باش الساكنه تلقى واحد البقعه ارضيه مناسبه لها، ويمكن اننا تكون في واحد يعني واحد بيزاج اوربان مزيان، وتكون في واحد شروط العيش اللي كيضمنها لها سيدنا نصره الله الجميع يعني اللي كتضمن الكرامه ديال المواطن. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.